السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الثانية متوسط لحتى أولياء تلاميذ لهم يشاهدوا فينا، معكم الأستاذة ياسمين وأبنائي وبناتي. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا فرض الفصل الأول في مادة العلوم الطبيعية والحياة. إذا خيرت لكم كالعادة نختار لكم أبنائي الفروض اللي تحتوي جميع دروسكم اللي قريتوها في الفصل الأول. إذا بدون إطالة يلا رانا نقرأ في الأوساط الحية، الوسط اللاحي إلى غير ذلك، السلسلة الغذائية، الكتلة الحية وإلى غير ذلك. راح نشوفوا فرض عليها، ولازم أبنائي تحلوا هذا الفرض باش تقدروا تعرفوا كيفاش تجي الأسئلة في الفرض تاعكم إن شاء الله في المدرسة. بدون إطالة نبدأ التمرين الأول، عليه 8 نقاط. يقول تعيش في الطبيعة العديد من الكائنات الحية المرتبطة مع بعضها البعض. هذه السند تاعنا. أول سؤال، ما هي العلاقة الرئيسية التي تربط بين الكائنات الحية؟ إذا كاين علاقة وحدة اللي تربط بين الكائنات الحية. السؤال الثاني، ما هو الكائن الحي الذي ترتكز عليه هذه العلاقة ولماذا؟ إذا لو كان تشوفوا كلش شفناه، إذا هذه العلاقة الرئيسية شفناها في الملخص اللي درته لكم ان شاء الله، ونحطه لكم في رابط الوصف اللي لازم تشوفوه لانه فيه جميع الدروس. وشو معناتها جميع الدروس؟ ماشي فقط نحفظه، جميع الدروس مفهومه. اذا انا العلاقه الرئيسيه فهمتها لكم، الكائن الحي الذي ترتكز عليه العلاقه فهمناها مفهوم، ما هي اشكال العلاقات الاخرى الموجوده بين الكائنات الحيه كذلك درناها في هذا الملخص وراح نشوفوها لهنا. الوضعيه الادماجيه عليها 12 نقطه. تقول يلا نقراو، تعيش السلاحف البحريه في كل الاحواض المحيطيه في العالم تقريبا، وتبني أعشاشها على الشواطئ الاستوائية حيث تضع البيوض فيها وتتركها تفقس فيخرج الصغار لمواجهة الأخطار. تنتقل السلاحف عبر البحار وتتغذى على الإسفنج البحري ومنابت العشب البحري. تعد السلحفات مفترسا رئيسيا لقناديل البحر. يتم صيد السلاحف البحرية بصورة غير شرعية للحصول على لحومها وبيوضها، وتستخدم صدفتها في صنع المجوهرات والحرف التقليدية التي تباع للسائحين، ولهذا السبب فإن أعدادها في تناقص. إذا يلا هذه بالنسبة للسند تاعنا اللي لازم نجبدوا منه كلش راح نوريكم. التعليمات والأسئلة تقول، أول سؤال، حدد مكونات الوسط الحي من النص باستعمال جدول. يلا الوسط الحي واش قلنا فيه؟ في عناصر حية وعناصر لا حية، عناصر تتنفس وعناصر لا تتنفس كما شفناها في المراجعة. يلا عناصر حية حنشوف نجبدها من كامل النص، لازم نجبد جميع العناصر الحية، والعناصر لا حية نفس الشيء لازم نجبدوها من كامل النص. السؤال اللي بعده يقول، ما هي العلاقة القائمة بين السلاحف البحرية والكائنات الحية الأخرى؟ وشنو هي الكائنات الحية الأخرى معناتها التي ذكرت في النص؟ يلا نشوفوا العلاقة ما بين السلاحف وهذيك الكائنات المذكورة في النص، يعني علاقة واحدة. يلا السؤال اللي بعده يقول، من هو المستفيد في هذه الحالة وعلى حساب فريسته؟ راح نقول شكون هو المستفيد ومن هي الفريسة. يلا مثل برسم تخطيطي العلاقة الغذائية القائمة بين الكائنات الحية. وشنو معناتها رسم تخطيطي؟ معناتها راح نشوفوا السلسلة الغذائية مع بعض. يلا أبنائي بدون إطالة نبدأ نحلوا في هذا الفرض مع بعض. إذا يلا أبنائي نبدأ بالتصحيح على بركة الله. قلنا تعيش في الطبيعة العديد من الكائنات الحية المرتبطة مع بعضها البعض. ما هي العلاقة الرئيسية التي تربط بين الكائنات الحية؟ معناتها هذا الوجود ككل، معناتها كيفاش رانا عايشين، وهي يعني العلاقة الأساسية لنا عايشين عليها هي علاقة التغذية. معناتها واحد يتغذى من واحد، هكذا تستمر الحياة. إذا العلاقة الرئيسية التي تربط بين الكائنات الحية هي علاقة التغذية، مفهوم؟ نعطيكم مثال، العشب هو كائن حي، من يأكله؟ مثلا تأكله الغزالة، الغزالة كائن حي كذلك، ومن يأكلها؟ يأكلها الأسد، وكذلك أبنائي الأسد كائن حي. إذا هذه هي وشنو معناتها العلاقة التي تربط بين الكائنات الحية. نعودوا مع بعض، كائنات حية معناتها تتنفس، مفهوم؟ إذا علاقة التغذية هي الأساسية، هي الجوهرية، مفهوم؟ ما تنسوهاش. إذا السؤال هذا مكرر كثير، ما هو الكائن الحي الذي ترتكز عليه هذه العلاقة ولماذا في رأيكم؟ إذا شكون هو الأول اللي يعطيني التغذية؟ يعني قلنا شوفوا السؤال هذا تابع له، ما هو الكائن الحي الذي ترتكز عليه هذه العلاقة؟ يعني علاقة تغذية، معناتها هذا السؤال يقول لي شكون هو الرئيسي ولا أول شيء يعطيني الغذاء؟ وشنو هو وش نسميه؟ المنتج. لماذا المنتج؟ علاش نسموه المنتج هو اللي يعطينا التغذية؟
لأنه ذات التغذية، أي يصنع غذاءه بنفسه. هذا هو التعليل. إذا العلاقة الكائن الحي هو المنتج، التعليل لأنه ذات التغذية. وش معناتها ذات التغذية؟ يصنع غذاءه بنفسه. إلا هنا وش معناتها أبنائي؟ نعطيكم مثلا المنتج العشب. إذا العشب كان تلاحظوا ذاتي التغذية، معناتها ما يستناش من واحد باش يغذيه، لا، وإنما يغذي نفسه بنفسه، يعني يجبد من التربة، الأمطار كي تتساقط يغذي نفسه بنفسه، ما يستنى حتى واحد يعطي له الغذاء، مفهوم؟ هذه شو معناتها يتغذى بنفسه، ذاتي التغذية. يعتبر هو المنتج الأول، مفهوم؟ معناتها منه اللي تتغذى الغزالة، والغزالة يتغذى بها الأسد إلى غير ذلك، معناتها هو اللي تحت يجي في السلسلة الغذائية، مفهوم؟ يلا. السؤال اللي بعده، ما هي اشكال العلاقات الاخرى الموجوده بين الكائنات الحيه؟ يعني احنا نعرفوا ماشي غير التغذيه، كاين علاقات اخرى شفناها في البرنامج تاعنا ولا شفناها في المراجعه تاعنا، وهي الدفاع، التكاثر، التنافس، التطفل، الافتراس، التعايش، التعاون والحمايه. اذا مفهوم ما كاش غير علاقه التغذيه، انما العلاقه الاساسيه هي التغذيه، لكن كاين علاقه اخرى وهي الدفاع، هي علاقة كاين تكاثر مثلا ما بين نفس الجنس، عندنا تنافس كذلك، عندنا مثلا التنافس ما بين جنسين، معناتها مثلا نقولوا في المجموعة تاع الأسود كاين تكاثر، كاين تنافس إلى غير ذلك، كاين بعض النباتات التي تتطفل، وشو معناتها تتطفل؟ معناتها نقولوا مثلا تلصق في شجرة أو تلصق في نبتة وتتغذى عليها، مفهوم؟ معناتها هي المستفيدة الوحيدة، عندنا مثلا الافتراس نفس الشيء، معناتها مفترس ياكل الفريسة، التعايش وشو معناتها التعايش؟ معناتها نتعايش معاك ونفس وانت مستفيد وانا مستفيد، مفهوم؟ معناتها مجموعه من الاسود تصطاد وكل واحد يتعايش ما بيناتهم، معناتها الجميع يستفاد، ماشي كما تطفل، تطفل واحد فقط يستفيد، التعاون نفس الشيء، الحمايه نفس الشيء، مفهوم؟ يلا ابنائي هذا بالنسبه للتمرين الاول اللي شفتوا سهل وبسيط على 8 نقاط. نروحوا للوضعيه الادماجيه، والسر تاعنا هو قلم الرصاص، يلا بينا. تعيش السلاحف البحرية، إذا نبدأ السلاحف البحرية كائن حي نواسه في كل الأحواض المحيطية في العالم تقريبا، وتبني أعشاشها على الشواطئ الاستوائية حيث تضع البيوض فيها وتتركها تفقس فتخرج الصغار، إذا الصغار تتنفس، مفهوم؟ لمواجهة الأخطار تنتقل السلاحف عبر البحار وتتغذى على الإسفنج البحري، إسفنج بحري الله وهو إسفنج، مفهوم؟ يعني كائن حي. منابت ومنابت العشب البحري نفس الشيء، عشب البحر هو كائن حي يتنفس. تعد السلاحف مفترسا رئيسيا لقنديل البحر، قنديل البحر كذلك يتنفس، يتم صيد السلاحف البحرية بصورة غير شرعية للحصول على لحومها بيوضها، وتستخدم صدافتها في صنع المجوهرات والحرف التقليدية التي تباع للسائحين، السائحين يتنفسوا، ولهذا السبب فإن أعدادها في تناقص. إذا قلنا أي شيء يتنفس يتكاثر يأكل فهو عنصر حي. إذا يلا أبنائي شوفوا، السلاحف البحرية، الإسفنج البحري يتنفس ويتغذى، العشب البحري كذلك يتنفس ويتغذى، قنديل البحر كذلك، صغار السلاحف، وعندنا كذلك الصيادين والسائحين. هذه معليش تزيدوها مالغري ما تحسبش، لكن مادام قلنا بلي كاين صيادين وقلنا بلي كاين سائحين نزيدوها، لأنه يعتبران عناصر حية، مفهوم؟ يلا اللي بعده، واش قلنا عناصر لحية؟ عناصر لحية لا تتنفس لا تتكاثر، يلا مع بعض نديروها في حيز، مفهوم؟ تعيش السلاحف البحرية في الأحواض المحيطية، إذا الأحواض المحيطية لا تتنفس، في العالم، العالم كذلك لا يتنفس، يلا، وتبني أعشاش العش لا يتنفس، على الشواطئ كذلك لا يتنفس، مفهوم؟ لازم نخرجوا كلش، ما تقولش أستاذة حتى الأعشاش نديروها والشواطئ، نعم. أي شيء لا يتنفس لا يتكاثر نحطها في العناصر اللحية باش نجيب كل صحيح. البيوض كذلك أبنائي، وتتركها فيخرج لمواجهة أخطار تنتقل السلاح عبر البحار، إذا البحار لا تتنفس، تتغذى على الإسفنج البحري، هذا قلنا كائنات حية. تعد السلاحف مفترسا رئيسيا لقنديل، يتم صيد السلاحف البحرية بصورة غير شرعية للحصول على اللحوم لا تتنفس، البيوض خلاص قلناها، وتستخدم صدفتها كذلك لا تتنفس، المجوهرات لا تتنفس ولا تتكاثر، الحرف كذلك لا تتنفس ولا تتكاثر التي تباع للسائحين، ولهذا السبب فإن أعدادها تتناقص. إذا كاع واش حكمنا من النص، يا الله نشوفوه لهنا، العناصر اللحية لا تتنفس ولا تتكاثر، عندنا الأحواض المحيطية، الشواطئ، العالم، الأعشاش، اللحوم، البيض، الصدف،
المجوهرات والحرف، مفهوم؟ اكتبوا كلش لأنه كل وحدة عليها نصف نقطة. إذن السؤال اللي بعده، ما هي العلاقة القائمة بين السلاحف البحرية والكائنات الحية الأخرى؟ من هي الكائنات الحية الأخرى؟ يعني اللي درتها لهنا هي عناصر حية، معناتها العلاقة، وشنو هي العلاقة ما بين السلاحف والإسفنج البحري؟ يعني بين السلاحف والعشب البحري، بين السلاحف وقناديل البحر، ما هي العلاقة؟ هي علاقة التغذية، معناتها السلاحف تتغذى على الإسفنج البحري، تتغذى على العشب البحري، تتغذى كذلك على قناديل البحر، مفهوم؟ إذن علاقة تغذية. يلا السؤال اللي بعده يقول لي، من هو المستفيد في هذه الحالة وعلى من حساب فريسته؟ يعني شكون هو المفترس وشكون هي الفريسة؟ إذن أنا نقوله المستفيد هي شكون؟ هي السلاحف البحرية. لماذا؟ لأنها مفترس، تعتبر مفترس ويعني مستهلك. وعلى حساب من؟ شكون هي الفريسة تاعو؟ هي قناديل البحر، مفهوم؟ علاش بدات خيرت قناديل البحر؟ شوفوا لهنا وقولوا استاذ علاش ما خيرتيش عشب بحري، علاش ما خيرتيش الاسفنج؟ نعاودوا لهنا، شوفوا، تعد السلحفات مفترسا. اذا كلمة مفترس هي اللي عندي في السؤال، مفهوم؟ نتبع السؤال وش هو يقول لي باش ندي 20 على 20. اذا لقناديل البحر، اذا شكون هي المستفيده؟ هي السلاحف البحريه. شكون هي الفريسه؟ قناديل البحر. يلا اما السؤال الاخير يقول لي، مثل برسم تخطيطي، يعني سلسله غذائيه. كي يقول لك رسم تخطيطي عرفوا بلي تخدموا سلسله غذائيه. يلا العلاقه الغذائيه القائمه بين هذه الكائنات الحيه، اذا عباره عن رسم تخطيطي سهل وبسيط. نبداوه بالعشب البحري، هو المنتج، يعني قلنا بلي العشب البحري هو منتج، يعني ذات التغذيه، يصنع غذائه بنفسه، يعني هو تحت في السلسله الغذائيه تاعي. شكون ياكلو؟ ياكلو قنديل البحر، اذا قنديل البحر هو الذي يتغذى على العشب البحري، مفهوم؟ اذا يعتبر مستهلك اول. اللي بعده هي السلاحف البحريه. علاش السلاحف البحريه تعتبر مستهلك ثاني؟ لانها هي التي تتغذى على قناديل البحر، مفهوم ابنائي؟ اذا سهله وبسيطه جدا. اذا هذا كان بالنسبه للفرد تاع الفصل الاول في ماده العلوم الطبيعيه والحياه للسنه الثانيه متوسط. ابنائي بناتي، اي سؤال ولا استفسار خلوه لي في التعليقات وجيبوا عليه في اقرب وقت ممكن، وكما نقول لكم كالعاده بالتوفيق ان شاء الله.